الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد. والنهاردة ناخد درس مشكلات المياه الإقليمية. أول حاجة هناخد شوية تعريف. أول تعريف: البحر الإقليمي يشمل المياه الممتدة أمام الساحل لمسافات محدودة ومعترف بها وتخضع لسيادة الدولة. يبقى البحر الإقليمي بيشمل المياه الممتدة من أمام الساحل لمسافات محدودة، المسافات دي معترف بيها وبتخضع لسيادة الدولة. البحر المفتوح يشمل المياه الممتدة خارج الحدود البحرية للدول، وملكيته عامة لجميع الدول بما فيها الدول الحبيسة. يبقى البحر المفتوح بيشمل المياه الممتدة خارج الحدود البحرية للدول، وملكيته بتبقى عامة لجميع الدول بما فيها الدول الحبيسة. الساحل هي منطقة الانتقال من اليابس إلى الماء، وعندها يلتقي الاقتصاد البري بالاقتصاد البحري. يبقى الساحل هي المنطقة اللي بيتم فيها الانتقال من الساحل من اليابس إلى الماء، وعندها يلتقي الاقتصاد البري بالاقتصاد البحري. ملاحظات هامة: لم تظهر الحدود البحرية إلا بعد ظهور مشكلات صيد الأسماك واستخراج الثروات المعدنية والبترول. يبقى الحدود البحرية ما ظهرتش، أو مشكلات الحدود البحرية ما ظهرتش إلا بعد ظهور مشكلات صيد الأسماك واستخراج الثروات المعدنية والبترول. أول تحديد للمياه الإقليمية كان في مطلع القرن الـ18، وبدأ بثلاث أميال بحرية. أول تحديد أو أول تقسيم كان للمياه الإقليمية كان في مطلع القرن الـ18، وبدأ بثلاثة أميال بحرية. تحديد المياه الإقليمية على أساس قوة المدفعية. أمثلة لحدود المياه الإقليمية: مصر والسعودية 12 ميل بحري زي ما بتوضح الخريطة، المغرب وأيسلندا 50 ميل بحري، أمريكا وشيلي 200 ميل بحري. ظهور مشكلات المياه الإقليمية في العالم: مصايد الأسماك، زاد التنافس بين الدول على امتلاك أكبر مساحة من المسطحات المائية، وذلك للأسباب الآتية. يبقى إيه هي الأسباب اللي خلت الدول تتنافس إن هي تمتلك أكبر مساحة من المسطحات المائية؟ أول حاجة الزيادة السكانية وندرة الموارد في اليابس. 2، التقدم التكنولوجي ومحاولة استغلال موارد البحار والمحيطات. كل مدى في تقدم تكنولوجي والموارد البحار والمحيطات ليها بيبقى فيها استخدام وبيبقى ليها استغلال. 3، الكشف عما تحتوي مياه البحار من ثروات متعددة. مشكلة المياه الإقليمية في شمال المحيط الهادئ: لغناها بأسماك السلمون، ظهر صراع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وتم تقسيم المياه بينهم، وتم منع اليابان من الصيد. يبقى مشكلة المياه الإقليمية في شمال المحيط الهادئ، المنطقة اللي باينة على الخريطة دي، ظهرت بسبب إن هي غنية بأسماك السلمون، فظهر الصراع بين كندا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واليابان، وقسموا المياه ومنعوا اليابان من الصيد. مشكلة المياه الإقليمية في أيسلندا شمال الأطلنطي: زادت مياهها الإقليمية من 4 ميل إلى 50 ميل. يبقى أيسلندا زادت مياهها الإقليمية من 4 ميل إلى 50 ميل، ورغم اعتراض السفن البريطانية إلا أن أيسلندا نفذت قرارتها في التسعينيات. وبكده نبقى وصلنا لنهاية درس النهاردة.